السلام عليكم، معاكم عبد الله بخاري من شركة بروجة العقارية. عرضنا اليوم عبارة عن عمارة فيها 10 شقق بتشطيب فاخر جدا. طبعا الشقق اللي فيها اهتموا بأدق التفاصيل والتشطيب فيها فاخر جدا، يعني نادرا ما تحصلون زيها في طرابزون. الخدمات الموجودة في العمارة هذه طبعا فيها مسبح فخم بالنسبة ل10 شقق، فيها ساونا، وفيها منطقة مخصصة للجيم أو الألعاب، فيها جلسات عائلية والعاب اطفال. موقع العماره تقع في منطقه اكياز قريبه من ملعب طرابزون سبورت، وتبعد عن الشارع والبحر 5 دقائق تقريبا. طبعا الخدمات كلها قريبه منها، تقع بين بيشرلي وبين اكشبات. طبعا بيشرلي واكشبات غنيه عن التعريف، فيها جميع الخدمات، هي تقع بينها وقريبه من ميدان طرابزون برضو، وتبعد عن المطار 15 دقيقه تقريبا. تعالوا معنا نشوف باقي تفاصيل العماره. طبعا هذا هو مدخل العماره، زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، مدخل واسع. طبعا فيها الديكورات هذه برضه، وبوابة إلكترونية. تعالوا الآن معنا نشوف خدمات العمارة الموجودة. طبعا في الجهة هذه عندنا نظام الأمان، طبعا فيها كاميرا وفيها كل شيء، يعني من الشقق، من داخل الشقق يقدروا يشوفوا من اللي داخل ومن اللي خارج. وعندنا في الجهة هذه صناديق البريد، طبعا يجيبون فيها فواتير الكهرباء والأشياء اللي تخص بكم. طبعا بعد المدخل هذا عندنا في الجهة هذه غرفة الإدارة، إدارة المجمع راح يكون غرفتهم هنا. والمنطقة اللي جنبها على طول هذه، طبعا هذه المنطقة مفضينها ومخلينها للجيم أو صالة ألعاب، راح يخلونها مستقبلا إن شاء الله. في الجهة الثانية مقابلنا على طول في المنطقة هذه ممكن يستغلونها وراح يحطون فيها جلسات خاصة بالعمارة. طبعا الجهة هذه ما شاء الله تبارك الله برضو عندنا الساونا. طبعا عندنا هنا غرف تبديل، دورة مياه الله يكرمكم. في الجهة هذه عندنا الساونا ما شاء الله، زي ما انتم شايفين ساونا ما شاء الله حجمها كبير ومناسبة، يعني زي ما قلت. طبعا بالنسبة لعشرة شقق هذا شيء يعتبر فاخر جدا. في الجهة هذه في الدور الأرضي على طول عندنا المسبح الخاص بالعمارة. تعالوا مع بعض نشوف المسبح. وبكذا وصلنا مسبح العمارة، زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله مسبح ضخم بالنسبة لعشرة شقق، يعني زي ما انتم شايفين الديكورات ما شاء الله تبارك الله. وطبعا ما ننسى الديكورات اللي حوالين المسبح من الحجر الطبيعي، يعني حجر حقيقي ما شاء الله تبارك الله. وزي ما قلت بالنسبه لعشرة شقق المسبح هذا يعتبر شيء ممتاز جدا، يعني ممتاز وكبير جدا. وبكذا خلصنا من المسبح، تعالوا معنا مع بعض نطلع فوق نشوف احد الشقق النموذج ونشرح لكم فيها ان شاء الله. بسم الله. طبعا وصلنا الشقة أو نقدر نقول التحفة الفنية ما شاء الله تبارك الله. عندنا المنطقة هذه مثلا المدخل ما شاء الله منطقة واسعة. خلينا نتكلم عن البواب أول. طبعا الباب جودة عالية ما شاء الله تبارك الله، وفيها نظام الدخول بالبصمة. وعندنا في الجهة هذه الانترفون الذكي، فيها الكاميرا والتليفون. وعندنا في الجهة هذه الدولاب، دولاب الملابس أو دولاب الأحذية الله يكرمكم. وعندنا في الجهة هذه عندنا المطبخ والصالون. في الجهة اليسار عندنا تقسيم الغرف. تعالوا معنا نشوف المطبخ. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، طبعا قطعة فنية من أفضل التشطيبات والمطابخ في طرابزون تقريبا. زي ما انتم شايفين عندنا ما شاء الله تبارك الله مشتغلين على المطبخ بالخشب والرخام. طبعا نقدر نجيب كراسي هنا ونخليها زي طاولة الطعام أو جلسات للمطبخ. طبعا عندنا أماكن الأجهزة الكهربائية كلها متوفرة، والدواليب ما شاء الله تبارك الله من الخشب. وعندنا المنطقة هذه للبوتاجاز والأشياء هذه. وعندنا ديكورات الأسقف زي ما أنتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، طبعا شيء فاخر، تشطيب فاخر. والجدران مزينة بورق الجدران
وما ننسى الأبواب هذه ما شاء الله من الخشب الطبيعي، وطبعا عندنا مخرج للبلكونة من المطبخ، لكن راح نشوفها من جهة الصالون أفضل. تعالوا معي الآن نشوف الصالون، الجزء الأهم في الشقة أو التحفة الفنية تقريبا. طبعا كذا وصلنا للجزء الأهم في الشقة والمنطقة الأهم في الشقة اللي هو الصالون. ما شاء الله تبارك الله، تشطيب فاخر جدا وديكورات ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين. طبعا عندنا جهة التلفزيون هنا رخام طبيعي 100%، الجدار رخام طبيعي، وعندنا ديكورات الأسقف هذه ما شاء الله تبارك الله، والمساحة الواسعة هذه، وما ننسى الإطلالة الخرافية هذه ما شاء الله تبارك الله على البحر وعلى الطبيعة وعلى استاذ ملعب طرابزنسبور. طبعا الواجهة قزاز بالكامل، وعندنا في الجهة هذه البلكونة. تعالوا معي نشوف البلكونة. ما شاء الله بلكونة واسعة تقريبا 15 متر مربع البلكونة، وعندنا طبعا ما ننسى أدق التفاصيل ما شاء الله تبارك الله، حتى الأشياء هذه ما شاء الله خلوها من أفخر الأشياء، وعندنا الإطلالة الخرافية هذه ما شاء الله تبارك الله. طبعا الشيء المميز في المنطقة هذه راح تنبني أكبر مستشفى في طرابزون تقريبا هنا قدامنا على طول، قاعدين يشتغلون فيها، وعندنا ملعب طرابزون سبورت والبحر ما شاء الله. تعالوا مع بعض نكمل باقي تفاصيل الشقة. طبعا متوفر مكيفان في الشقة، واحدة في الصالون واحدة في غرفة النوم الرئيسية راح نشوفها الآن. طبعا ما ننسى ديكورات الهول او السيب ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين. طبعا الديكور تقريبا على شكل قزاز، يوم تطالعون فيها يعني تعكس الواحد كأنه السقف مرتفع، يعني يبين انه السقف مرتفع جدا زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندنا في الجهة هذه الغرفة الاولى، ما شاء الله تبارك الله مساحة واسعة، برضو ديكورات موجودة في كل الغرف. طبعا الشيء المميز في الشقة كل الغرف مطلة. ومقابل الغرفة على طول عندنا دورة المياه الأولى، بنظام أرضي، وعندنا في الجهة الثانية الغرفة الثانية على طول عندنا هنا ما شاء الله تبارك الله. الغرفة هذه برضو مساحة واسعة، وعندنا الديكور هذا طبعا فيها إنارة خلف الديكور، وبرضو ما ننسى الإطلالة. طبعا الشقة كاملة على الأبواب من الخشب الطبيعي 100%. وعندنا مقابل الغرفة الثانية هنا عندنا مستودع نقدر نحط فيها الغسالة، نقدر نحط فيها الغسالة والأشياء، ممكن نفصل دولاب هنا الأدوات الغسالة برضه. تعالوا معنا نشوف هنا ما شاء الله دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الشقة. طبعا هذه دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الشقة زي ما انتم شايفين، تشطيب فاخر ومساحة واسعة جدا، وعندنا هنا الجاكوزي والمروش. طبعا دورة المياه الرئيسية بنظام كلوزيت، عندنا ديكورات المغسلة هذه زي ما انتم شايفين، انارات خلفية ورا المراية. تعالوا معنا نكمل باقي تفاصيل الشقة. طبعا في الشقة عندنا غرفتين ماستر، هذه الغرفة الأولى الصغيرة ما شاء الله تبارك الله برضه اطلالة على الطبيعة وعلى البحر، وعندنا دورة مياه خاصة فيها. طبعا أرضية الغرف جميعها باركيه لكن على شكل سيراميك أو رخام، وعندنا نظام التدفئة هنا، تدفئة أرضية
عن طريق الكهرباء، وليس الغاز ولا الفحم، عن طريق الكهرباء في البلكونة اللي هنا موجودة. تعالوا معنا نشوف الغرفة الأخيرة اللي هي غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية. زي ما انت شايفين ما شاء الله مساحة واسعة، وديكورات، الديكورات برضو موجودة، يوجد عندنا مكيف في غرفة الماستر برضو. في الجهة هذه عندنا غرفة تبديل الملابس، طبعا نقدر نفصل دولاب هنا صغير لتبديل الملابس ممكن، وعندنا المروش الخاص فيها، والكلوزيت طبعا موجود، ومغسلة اليدين. وبكذا أعطيتكم كامل تفاصيل الشقة، أتمنى أنها نالت على إعجابكم. في نهاية الفيديو أتمنى أن العرض نال على إعجابكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. التفاصيل والأسعار موجودة أسفل في صندوق الوصف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.